أهلا وسهلا بكل حضراتكم من جديد، كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. وهذه التغطية العاجلة والخاصة بخبر وفاة الدكتورة أنيسة حسونة. توفيت منذ قليل دكتورة أنيسة حسونة، الكاتبة والباحثة السياسية والنائبة السابقة في مجلس النواب. توفيت إثر صراع مع مرض السرطان. من المقرر أن يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء في وقت لاحق. طبعا دكتورة أنيسة حسونة هي شخصية ونموذج للمرأة الجميلة، المرأة القوية اللي كافحت مرض السرطان بكل تفاؤل وقوة وثبات، ولكنه في الآخر تغلب عليها للأسف. كل التعازي لأسرتها ومحبيها وذويها، وبنعزي أنفسنا لأنها يعني امرأة كانت يعني طلتها عزيزة علينا جدا في كل احتفاء وفي كل مناسبة، ويعني كنا متوقعين ظهورها معانا كمان في تلفزيون اليوم السابع، لكن للأسف غيبها الموت. في تصريح سابق قالت دكتورة أنيسة حسونة إنها لازالت بتخضع للعلاج من مرض السرطان اللي أصابها قبل أعوام حتى الآن. أضافت إنها كانت بتتلقى العلاج منذ 5 سنوات، وخلال تلك المدة أجرت جرعتين كبيرتين. قالت إنها للمرة الثالثة كانت بتبدأ في العلاج الكيميائي، وللأسف المرض ما كانش بيستجيب للعلاج. أيضا في وقت سابق كانت صرحت وقالت الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال وعضو أيضا في مجلس النواب السابق إنها كانت لا تزال تخضع للعلاج من مرض السرطان اللي أصابها قبل أعوام، قبل أن يعني يتغلب عليها. وطلبت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق واللي شاركت مؤخرا في إعلان مستشفى الناس للأطفال، طلبت بالدعاء يعني حتى تتجاوز هذه الأزمة الصحية اللي كانت دايما يعني ثابتة وقوية وبتواجهها، وكمان بتدي جرعة يعني كبيرة جدا من التفاؤل رغم الألم والمعاناة اللي كانت بتتعرض لها خلال فترة علاجها ورحلة علاجها. وأيضا احنا يعني عارفين كويس قوي بعض المعلومات عن من يتلقوا العلاج الكيميائي لمرض السرطان قد ايه هو يعني علاج قاسي جدا، رغم انه يعني بيساعد في الشفاء، لكن هو يظل علاج قاسي وليه مضاعفات قوية، يعني ما يعرفهاش إلا اللي ليه حد عزيز عليه أو اللي بيتطوع بشكل إنساني وبشكل شخصي إنه يعني يؤازر هؤلاء الناس اللي بيعانوا من هذا المرض، وبيقرب منهم قوي، بيعرف حجم المعاناة اللي بيعانوها. حقيقة إنه كمان كانت أوضحت دكتورة أنيسة حسونة في ظهورها بمظهر مختلف في إعلان مستشفى الناس خلال شهر رمضان، وقالت إنها بتحارب السرطان للمرة الثالثة. رغم ذلك لم يمنعها مرضها عن أداء واجبها تجاه الناس اللي بتعتمد عليها سواء في المستشفى من أجل شفاء أطفالهم أو يعني من خلال مهامها كامرأة وكمسؤولة أيضا في القطاعات المختلفة اللي بتتولى مناصب فيها. أنيسة حسونة رحلت عن عالمنا وهي امرأة بملامح مصرية خالصة، بوجه بشوش مملوء بالابتسامة المتشبعة بالأمل. تعرف عليها الشعب المصري من خلال شاشة التلفزيون كمديرة تنفيذية لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب. أيضا دكتورة أنيسة حسونة انضمت لمجلس النواب ضمن الأعضاء المعنيين، وعملت ملحقا دبلوماسيا في وزارة الخارجية المصرية بعدما حازت شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة. عملت بعدها
لمدة 14 عام في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ثم شغلت منصب مدير عام منتدى مصر الاقتصادي الدولي. هي أيضا محاضرة في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري. اختيرت في عام 2014 على قائمة أقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، هذا وفقاً لتصنيف مجلتين أربيان بيزنس و سي أو إي، يعني كانوا حطوها وصنفوها كأقوى امرأة في العالم. في إحدى حواراتها الصحفية كانت قالت الدكتورة أنيسة حسونة إنها بتعتز بعملها جدا كمديرة تنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب في أسوان، وهي أيضا المسؤولة عن إدارة المؤسسة ومسؤولة عن صورتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية وجميع التبرعات اللي بيتم جمعها لهذه المستشفى. وأشارت أيضا إنها لمست خلال عملها في هذه المؤسسة معنى التعامل مع الناس على أرض الواقع. قالت إنها اتعلمت من الدكتور مجدي يعقوب هذا العالم يعني دمث أو دمث الخلق، ويعني وضح أهمية خدمة المرضى وتوظيف التقدم العلمي في ذلك. وقالت يعني إنها لذلك لما ذهبت لأسوان كان ده بمثابة شجن وبيشتعل فيه نفسها، وقالت نصاً ده كان شحن لبطاريات الإنسانية عندها. كانت بترى الدكتورة أنيسة حسونة إن الدكتور مجدي يعقوب كان موفق للغاية في اختيار أسوان كموقع لهذه المؤسسة اللي بدأت بمبنى واحد وأصبحت بعد ذلك 3 مباني، وخلال 5 سنوات تضاعف عدد العاملين بهذا المستشفى ل10 مرات. قالت إن هم أصبحوا 450 فرد ما بين موظفين وأطباء وباحثين. وكان أيضا اللافت إن متوسط أعمارهم ما بين 35 عام، 40% من العاملين كان من النساء. المؤسسة كانت بتمنح الأولوية دايما في العلاج للحالات شديدة الخطورة والتعقيد. كانت أيضا بتقوم بالعمليات المجانية بنسبة 60% من يتم معالجتهم في أسوان وفي الصعيد، و60% من العمليات تخصص للأطفال. أما نشاطها ومشاركتها الفعالة في المجتمع المدني فطبعا غني عن التعريف. احنا كنا يعني بنشوف وجهها البشوش والملامح وكلامها دايما المتفائل بنشوفه في رمضان وهي بتطل علينا من خلال إعلانها عن المستشفى طبعا، ومن خلال كلماتها اللي بتدي جرعة قوية جدا وعالية جدا من التفاعل ومن التفاؤل. وكان كل الناس اللي بيشوفوها بيتحمسوا انهم يقوموا بواجبهم في المشاركة بالعمل الميداني. زي ما قلت لحضراتكم هي كانت أول سيدة بيتم انتخابها أمينا عام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، وهي الآن أمين صندوق المجلس وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة باكواش للعلوم والشؤون الدولية، وهي المنظمة الحاصلة على جائزة نوبل لعام 1995، وعضو في العديد من الهيئات الاستشارية للفكر وللحريات والمرأة في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم. هي مؤسسة لنساء من أجل السلام عبر العالم في سويسرا، وهي مؤسسة لرئيسة مجلس أمناء مؤسسة مصر المتنورة، وعضو بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة. أحدث إصداراتها يمكن كانت كتاب
عنوانته بما بعد الربيع العربي، الصراع والتعاون في الشرق الأوسط. بالتأكيد إنه أمر صعب جدا، إن يعني من الطبيعي إنه تتألم لما يخبرك أحد الأطباء إنه يعني بدون سابق إنذار أنت مصاب بمرض السرطان. لكن الأشد يعني ما أن تبدأ في نسيانه حتى يعود المرض الخبيث مرة تانية، يهاجم جسدك من جديد ويضعف من قوتك ويضعف من يعني تفاؤلك. بتبقى فترة صعبة زي ما قلت لحضراتكم، مش بيدركها إلا اللي مر بالمرحلة دي، سواء خاض هو التجربة بنفسه أو يعني مرت عليه من خلال يعني حد عزيز عليه، أو يعني لو بيشارك في هذا العمل الإنساني والتطوعي بأنه ينزل يبقى موجود إن شاء الله حتى يقول كلمة، كلمة يعني تشحن قوة الشخص اللي بيتلقى جرعات الكيماوي ويبقى شخص فعال في مجتمعه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم إنه الأستاذة والدكتورة أنيسة حسونة كانت كتبت كتاب أيضا بيشرح، أو هي كانت بتفضفض خلال هذا الكتاب رحلتها مع مرض السرطان. عنونت هذا الكتاب وقالت بدون سابق إنذار، هو اسم كتابها، إن رويت ما بين صفحاته زي ما قلت لحضراتكم حكايتها مع مرض السرطان. كانت شهور من المقاومة والانكسار ثم نهوض مرة أخرى والوقوف في وجه المرض، هذا المرض الملعون. يعني بتقول أنيسة حسونة إن إصابتها بالمرض للمرة الأولى كانت مفاجأة بالنسبة لها، هو ما تطلب يعني ترتيب أمورها المادية قبل موعد مغادرتها المحتوم لهذه الحياة. حاولت السيدة أنيسة حسونة بمثابرة إنها تستأنس وجود المرض داخل جسدها وتتعايش بيه، ده طبعا مع حرصها على المقاومة وعدم الاستسلام. كانت البداية منذ عامين تقريبا، وافتتحتها بصراع مع الجلسات الكيماوي. بتقول إنه حينها الناس يعني رأوها وكانوا يعني لا يعلمون ما تعانيه من احتراق داخلي في محاولات يائسة لوقف تمديد هذا السرطان الخبيث داخل جسدها اللي أرهقه التقدم بالعمر. أنيسة حسونة روت في كتابها بدون سابق إنذار لحظات خاصة جدا عاشتها وتعايشت معاها بإرادتها، أو يعني رغما عنها، هكذا هي كتبت. يعني أكدت إن لم أفهم كلمات الطبيب حينها عندما قال لي، ف يعني انزلقت بقوتها القاسية على إدراكها، وكأنها يعني قطرات مياه بتنزلق على زجاج بدون أن تترك به أي أثر، بينما ظلت جالسة أمامه في سكون، وزوجها وبناتها كانوا يعني على برضو نفس الوضع. طبعا الكلمات اللي أنا بقرأها على حضراتكم دلوقتي هي اللي كتبتها في كتابها بدون سابق إنذار، واللي كانت بتشرح يعني من خلال صفحاته حجم المعاناة اللي عانتها مع هذا المرض اللعين. استكملت الدكتورة أنيسة حسونة وقالت عقلي كان بيدور بسرعة 360 درجة في الثانية ما بين مختلف الاحتمالات. أنا مش مصدقة إن هذا الشيء بيحصل، مش مصدقة إنه هذا هو الواقع، إني يعني أصبحت بهذا المرض الخطير فعلا، واستمرت
يعني هذه النظرة.